خلينا نبدأ كريم بنتكلم عن تاريخ بطولة كأس العالم منذ بدايتها وحتى الآن. خلينا نتكلم عن أول ثلاث بطولات 2000 و2005 و2006. طبعا هي البطولة احنا عارفين طبعا هي كانت بشكل أكبر من البطولة القديمة الانتركونتيننتال اللي كانت ما بين بطل دوري بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية. هم اللي كانوا بس بيلعبوا ما يسمى أو ما يشبه كأس العالم أندية. بعد كده طبعا قرار لا انتركونتيننتال القديم بشكل قديم خالص. بعد كده طبعا القرار قالوا لك طب احنا هنقعد نتفرج عليكم، ما تعملوا لنا يا جماعة بطولة واحنا كلنا نشترك. فعملوا بطولة بالنظام الوحيد ليها في سنة 2000 اتلعبت في البرازيل، وكانت نظامها غريب شويه كابتن اسلام، ان هم كانت مجموعتين من اربع فرق ولكن مش بنظام السيمي فاينل وبعد كده، لا هم خدوا بطل المجموعه مع بطل المجموعه يلعب والاثنين لعبوا بعض في الفاينل. وطبعا فاكرين الفاينل كان ما بين كورينثيانز وفاسكو دي جاما، وكورينثيانز كسب البطوله بركلات الترجيح. بقى طبعا اكيد بطولة 2005 هي 2005 بقى خلينا نروح لأحمد ثابت. 2005 دي كانت بداية النادي الأهلي في هذه البطولة أو بداية تواجد النادي الأهلي في البطولات العالمية مع كأس العالم للأندية في 2005. طبعا كنا احنا كسبنا النجم الساحلي في البطولة في دوري أبطال أفريقيا في النهائي، وبعدين وصلنا يمكن كانت يعني ايه دايما نقول ان انت ما تروحش بجد ولا اصلا مش عارف انا هم او يعني اول ما تروح البطوله بتبقى انت حاطط ان انت هتاخد البطوله او كده، فده يمكن الدرس اللي النادي الاهلي اتعلمه. برافو عليك فعلا والله. في 2005 اللي حصل فعلا في 2006 خدناها على جد، استفدنا من الاخطاء اللي حصلت في بطوله 2005، ان انت مش لازم تقول ان انت رايح هتاخد البطوله، لا البطوله انت بتواجه فرق عالميه وكلهم ابطال قارات، لازم ان انت يعني تاخد البطوله ماتش بماتش. لازم تعمل حساب لكل منافس، وان شاء الله يعني النادي الاهلي يقدر ان هو يوصل نص نهائي ونهائي في البطوله دي باذن الله وياخد البطوله. في 2005 كانت اول المباراه مع اتحاد جده، اتحاد جده وخسرنا 1-0. كانت بالنسبه لنا صدمه كبيره جدا. بعد كده انتقلنا بقى ل 2006 ومباراه الصفاقسي طبعا الشهيره في النهائي الافريقي. ثم الوصول الى العالميه بشكل رائع جدا. طبعا وفي 2006 اعتقد كان ابرز قرار اللي اتعلمناه ومستر مانويل طبعا اكد عليه ساعتها، ان احنا ما ينفعش نسافر قبل البطوله باربع او خمس ايام بس، محتاجين ان احنا نسافر قبليها بفتره طويله عشان طبعا امور كتيره، منها طبعا الساعه البيولوجيه، ومنها طبعا ان اللعيبه تتعود على الاجواء ونتعود على ملاعب التدريب، وبالتالي نبدا نتفادى الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها في 2005. وطبعا اكيد ان القرعه فادتنا اكتر في 2006، يعني لما لعبنا اوكلاند الموضوع كان اسهل شويه، لما نلعب الاتحاد جده السعودي اللي كان في ابرز حالاته في 2005. وبالفعل الاهلي قدر ان هو طبعا يتاهل للسيمي فاينل قدام انترناسيونال، بس طبعا كان مباراه عظيمه يعني اللي كانت كابتن اسلام واحده من احلى مباريات اللي الاعلام البرازيلي فوجئ ان النادي الاهلي النادي الافريقي بيلعب كوره على الارض اكتر من ممثل البرازيل، يعني بعد الهدف الاول اللي جابه الكسندر باتو وكان فيه خطا شويه. وخلي بالك جوزيه كان حريص جدا على هذا الموضوع. نعم هو في كل حاجه كان يقول لك العب كره على الارض، العب كره على الارض، دي كانت تعليمات. نعم ما لعبناش كرات طوليه، وبالفعل الاهلي ربما خسرنا في الاخر، ولكن قدمنا واحده من احلى من احلى مبارياتنا في او مباراه انا الفرق المصريه حتى دي ممكن تقارن بمباراه مصر والبرازيل في كاس القارات 2009. لغايه طبعا قدرنا نوصل ليه طبعا مباراه المركز الثالث والرابع، والحمد لله النادي الاهلي ساعتها توج بالميداليه البرونزيه، واحده من نوادر الميداليات اللي فرق كره القدم عامه على مستوى كل الاعمار السنيه قدر نادي مصري انه يحققها على المستوى العالمي.